بقيت زيخ بزاف. يلاه عنده الصمت الكحله ولا شنو عنده؟ هاي تهز الدرب اللي جا قدامه كيضرب. هادي ديال البوله وديال الكرش، مضروبه الكرشه وكتبول البوله ارادي وباقا لدابا، وكنكمدوا ليها غير بالملح، بالملح والبالماء سخون باش ولات شويه. القائد راه ماشي عنده غير هاد الحاله، راه عنده بزاف الحالات كثار من هادشي وقل من هادشي. ما كيحترمش حيرات الرجاله. الجمعيه في داري انا ما عدي لا بني لا كان بني، ما عدي تريام ولا كدوني خرجوا تفتيشي، انا ما عندي حتى شي حاجه باش يجي عندي. هو يقلف عليا يضربني برجله وقلف عليا حتى طحت وداه فات عليا. وبكره محافظ اللي دابا معتقلينه كان خدام داخل مع الثمانية كيخرج حتى الوحدة. شويه جا داك المول اللي معاه هز باله ضرب بها موسى، ضرب الكتاف من اللور ويطيح موسى، طاح موسى طاح في موسى عاد الخيم. كيفاش هاد السيد كان خدام في الشركه خارج حتى لوحده العشاء ديال الزوال وكان حاضر اللي طاح في موسى عاد القيد؟ انا جيت نجر من جيه وبوه من جيه، كان طالبه في القيد باش يطلب الدري، صافي الدري غيموت تحت منه. لابيلانس ردها، ما عرفش شكون عيط لها وجات تقربت حدانا وردها، قال لي ما كاين حتى شي واحد طايح حرجي ولا شاهد هذاك مول لابيلانس هو اللي قالها. ضربني الكرش، ضربني راسي هنا جيت عيني، وضربني هذاك اللي معاه بالبالا العلمي. الحادث اللي وقع هو والدي كان خدام جالس على القيد، بغا يريب لهذوك الناس اللي خدام عنده. ملي شافو والدي جاي خرج نسى التليفون ديالو والجاكيطه مع البنت داخل. ملي خرج دخل سعادة القيد هو مقدمين واحد معاه ريبو كملو. ملي جا والدي قال لي سعادة القيد راه الجاكيطه ديالي والتليفون راه بقاو لداخل بغيت ناخذهم. قال لي سير جيب لي لاكارت وجي خوذو. ملي جا هبط الدري باش ياخد لاكارت جاي كيجري. هذيك الساعة أنا شفت المقدمين راكبين كل جوج على موطور مشاو. هذيك الساعة مشاو هو عاد جا من وراهم. ملي جا قال ليه دار وقف. قال لي أنا غندخل الوالدة ناخد لاكارت ونعطيها لسعادة القيد باش يعطيني التليفون ديالي. ملي دخل هو دار قال لي ولدك عطني شفار وجاي يهاجم عليا تا البير. وملي جاي يهاجم عليا تعرضت لي انا عنكته وقلت لي لا وليدي حاشا واش ردوك شفار سعادة القيد. ما لبش التليفون دبر راسو صافي. هو يقلف عليا يضربني برجلو وقلف عليا تا طحت ولا هبط عليا. ولدي جاب لاكارط جاي خارج هو قال لي ما تضربش الوالدة. هو يهز بونيتي وسعادة القيد وضرب ولدي للعين. نضرب ولدي العين قلفعو ولدي الساعة اللي قلفعو والله أعلم في البلاصة فيها الجاج فيها داكشي فيها الحجرة فيها كلشي. مبقاومش شادين شوية جا هداك المول اللي معاه هز بالا ضرب بيها موسى ضرب الكتاف من اللور ويطيح موسى. طاح فوق موسى عادة القيد. ملي طاح فوق موسى عادة القيد أنا جيت نجر من جيه وبوه من جيه، كنطلبو في القيد باش يطلق الدري، صافي الدري غيموت تحت منه. نطلبوا فيه باش ينوض يطلقوا. هزيتي سعادة القيد حجرة شادة في يدو غيضرب بها موسى للوجه. شدوا بوه ما يدو كيطلب فيه يقول سعادة القيد ما ضربش ليا ولدي، الله يرحم والديك ما ضربش ليا ولدي، ضربني بها الراس. جيت ليسر. ملي ضربني جاي الاخر جاي هز البالا غادي يضرب عاود يضرب بها موسى. جات فيا في عنقي طاحت فوق ظهر سعادة القيد. من تما طاحت غيبت ما بقيت عاقله على والو. لا ما كاينش هادشي كاين لا موس لا والو. مدابزين على بيديهم وحدهم الحجر وداكشي ديال حدهم الحجر والجاج وداك الطيح القزيره هو القز من فوق الفران، القز من واحد الشبكه
كاين انا دايره فران كنت كنخبز زيتم ونقص وعقب هو ملي نقص شدات الشبكه في رجله طاح وناض وجا عندها حتى الباب ملي ضربو ثاني بقاو مدافعين تلحقو حتى لديك البلاصه وطاح طاح القيد وناض وعقب طاح ثاني فوق موسى هادشي هو اللي كاين دري ما حاضرش الدري يا خادم كيخرج معاه كيدخل مع السبعة ونص وما كيخرج مع الوحده ما كيلحق هنا حتى الوحده 25 دقيقه عاد كيلحق وكيرجع تاني مع الجوج هادشي هو اللي كاين راه غير تتهموه كوك ظلمن وعدوان ما عرفش علاش تهم واش حرشوا عليه شي حد يقول لي خدام عليهم ما عرفش حيت هذاك الدري هو اللي خدام هو اللي هاز مسؤوليه هو اللي هاز الدار كامله وهازني انا مريضه وهاز بوه راجل كبير عندو 73 عام ما كيخدم ما والو وشري لي الكار وشري لي كلشي الله حافظ داوي قلتلي ما ولاني سجنوا ليا في الحبس ضرملو كواك انا كنطالب دابا من هاد المسؤولين وكنطالب من هاد المسؤولين هما يشوفوا من حالي وحال ولادي كان معها واحد ما كانوا ديك الساعه لا مقدمين لا والو ملي هجم علينا مشاو كان معها واحد انا قالوا لي ملي كطيحه تعيط لي مع درجه رجعوا كان معها غير واحد مساعد ديالو هو اللي كان معاه هما بجوج في الكاتكات اللي كاين لا بيناس ردها ما عرفش شكون عيط لها وجات تقربت حدانا وردها قال لي ما كاين حتى شي واحد طايح رجعي ورا شاهد هذاك مول لابيلانس هو اللي قالها لابيلانس قال لها جينا وردت سعادة القايد قال لنا عير شي واحد اللي كان مضروب رانا غادي بيه عاد على ورجعو وملي رجعت قال لها السبيطار مع الله كيعاود هو اختي انا ما كنت مغيبة هو اللي قال لها ملي رجعنا رجعت السبيطار مع عبد الله عيطوا ليه رجال الدارك ملي جاو عيطوا لي عاد جاو هزوني ما عرفتش مع الجوج ولا ما عرفتش قال لاختي ضربني الكرش ضربني الراسي هنا جيت عيني وضربني هذاك اللي معاه بالبالا العنقي هذاك اللي معاه اللي ضربني بالبالا العنقي انا كنطلب من الناس مسؤولين هما وقفوا معايا ويشوفوا من حالي ويشوفوا من حال ولادي مشتوت الظلم يشوفوا شي حاجه يديروا شي حل اللي غيخرج هاد الدراري من هاد التعب هاد القائد راه ماشي عنده غير هاد الحالة راه عنده بزاف الحالات كتار من هادشي وقل من هادشي دارهم بالنسبة للدواوير ديالنا بغيتهم يفتحوا تحقيق معمق ويتابعوا ليه جميع بزاف ديال الحوايج اللي دارهم هنايا في القبيله وقبائل كامله كتشكى منه وعنده بزاف ديال الشكايات بزاف فات داكشي اللي خاصو يدار كقائد حنا كنحترموا السلطه كنحترموا ولكن هادشي اللي دار هاد سعادة القايد حشومة من وجه الله راه انت سعادة القايد دايرينك باش تحمي الناس باش تشوف مشاكل الناس باش بزاف ديال الحوايج ممكن انك تساعد الناس هذا ماشي باش تدخل الديور ديال الناس وتعصي النساء عصيتي رجال عصيتي هذا دللتي هذا حشومة ما هادشي ما كيبغي لا ربي لا عبدو وما كتخ
تخوج لك السلطة باش انك تضرب تزيد داك على السيدة وتضربها وتكرفس عليها تشتف عليها وكأنها ماشي انسان. ما عرفتهاش انا هاد الانسانة كيفاش كتبان لك، لا هي ولا بزاف ديال النساء اخرين كيفاش كيبانوا لك. بغيت غير نعرف انايا المنظور ديالك كيفاش كتشوفوا كنساء. ما فهمتش الرجال كيفاش كيبانوا لك، هاد الناس المواطنين المغاربه كيفاش كيبانوا لك نتايا. ما فهمتش انايا لحد الان باقي ما فهمتش هاد الموضوع. هاد انا غير فسر لي المنظور ديالك ديال هاد الناس كيفاش كتشوفهم وكيفاش كيبانوا لك. واش كيبانوا لك يعني شنو هما حشرات شنو ماشي بشريه ذو المستوى شنو. ما فهمتش انايا راه حق مواطن كما كان سواء كان لاباس عليه او فقير او هذا. احنا خصنا نوصل، ما خاصش تكون عندنا هذه الظاهره هذه نهائيا. حاجه وحده اللي بغيت نعرفها انايا وهو ان القائد تيقول لك معيط للدرك الملكي وكاين هادشي في المحضر، معيط للدرك الملكي مع الوحده والقوات المساعده مع الوحده. ملي معيط لهم مع الوحده جا لو جوندارم وجات القوات المساعده وبكره محافظ اللي دابا معتقلينه كان خدام داخل مع التمنية كيخرج حتى الوحدة. وعندنا دليل كاين، وعباد الله الدليل كاين ديال الشركة ديالو اللي خدام فيها السيد خارج حتى الوحدة. وعندو المسافة ديال الطريق 25 دقيقة حتى النص ساعة. كيفاش بغيت هاد السؤال كنطرحو على الاعوان ديالو وسعادة القايد والمخزني. كيفاش هاد السيد كان خدام في الشركة خارج حتى الوحدة ديال الزوال وكان حاضر؟ اللهم هذا افتراء، اللهم هذه تلاعبات في الملف وتلاعبات في القضايا. اللهم هذا منكر يا ربي تشهد.